فيصل، ألف مبروك. الله يبارك فيك يا رب. الله يبارك لك. اللهم يبارك عليك. اللهم ويجمع بينكم في خير. اللهم امين يا رب. والله سبحانه وتعالى أحبك فيسر لك هذا الزواج. ورب ضارة نافعة. وفي وسط هذه الأزمة واستجابة لأوامر القادم الحكومة الله يرعاها. ومنع التجمعات ومنع كذا يسرنا زواجك. لأنك تستاهل وأنك تستاهلون. ولأنك في مقام ولدي. هذا اليوم يوم الجمعة آخر يوم في رمضان. هذا يوم زواجك الله يوفقك ويسر عليك الدنيا والآخرة. وإن شاء الله أنها بشرى توفيق لك ولبنتي هذا الزواج. إن الله يسر في بدايته في يسر الأمور كلها إن شاء الله. والله سبحانه وتعالى حرم على النار كل هين لين. يسر على خلق الله. وأسعد الناس يعني من أسعد الناس. أسعد الناس عند الله سبحانه وتعالى وأنفعهم هو من أسعد الناس ومن كان فيه نفع للناس. فالله يوفقك. أنا أعطيتك عهد أمانة وأعطيتك إياها ثقة. والله يبارك لكم والله يوفقكم ومن قبل ومن بعد ما شفتك إلا ولدي. والله يسعدكم دنيا وآخرة. الله يوفق زوجك. خلاص تأخذ زوجتك وعلى بيتك. الله يسعدك. لا صالة ولا غيرها. الله يوفقك إن شاء الله بالتوفيق إن شاء الله. الله يحفظ الوجه إن شاء الله. خلاص.